السكشن بتاع اللودنج بيسألك على اوبشنز بتاعت اللودنج. معظم الوقت الديفولتس بتاعت تراكتور هي كويسة، بس في حاجات ناس بتعوز حاجات لود اونلي انتو ستوب داك، دي مثلا حاجة مهمة قوي دايما بس بخليها اون. دي بتخليني لو انا بقى عايز لود تراك في داك وهو شغال ما خلينيش اعمل الغلطة دي. دلوقتي لو انا بدوست بلاي هنا واحنا سامعين التراك ده، عايز لود انا التراك ده، ممكن اعمل له دراج، ممكن اعمل رايت كليك اقول له لود انتو داك ايه. لو حاولت اعمل كده هيقول لي لا بص داك لوكت ستوب داك تو لود ا نيو تراك. فانت في وسط اللعب مش هتعرف تعمل الغلطه دي، فدي اوبشن مهمه وانا شايفها هايله، عشان مهما كان كلنا بنغلط وانا اكيد عملتها كذا مره قبل كده. يعني دي اوبشنز ثانيه كلها بديهيه انت بتستخدمها حسب طريقه استخدامك للتراكتر. كل ما تكون ادفانسد الحاجات دي بتبتدي تهمك اكتر يعني، بس لو انت بيجنر الحاجات دي مش 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 مهم انك تهتم بيها يعني. الترانسبورت سكشن دي ليها دعوه بالسرعات ازاي انت بتتحرك جوه التراكس بتاعتك. التيمبو رينج هنا السلايدر اللي اتكلمنا عليه ده اللي بنحركه، انا هشيل السينك عشان يبتدي يبقى افكتيف، ممكن ابتدي ادراجه فوق وتحت. لو انتوا شايفين لو جبت ماينس خالص هنا في السكشن ده تحت التراك جايب ماينس 10، انا عامل الرينج بتاعه ماينس 10% وبلس 10%. هنا زي ما انتم شايفين الاربعه داكس ليهم نفس الرقم، فهنا انا ممكن اغير اقول له لا السلايدر ده يعمل لي مثلا 2% بلس ماينس او 100%. معظم الحاجات بتبقى من 10 و15 16% يعني، دول الاكستريمز. حتى يعني على سي دي بلايرز بتبقى ليها زرار يوجوالي جنب التيمبو فيدر بتعمل الكلام ده. كل الحاجات دي سينك مود بيبقى بيت سينك او تيمبو سينك في تراكتر، كادفانسد يوزر هتكلم فيها في فيديوز بعد كده بتاعت البيت جريدنج. الداك لاي اوت ده مهم دلوقتي، لو انت اول ما تفتح تراكتر في حاجات ممكن تكون انت مش شايفها او انت واخد عليها مش شايفها، هنا انت ممكن تغير شكله بتور من يو كان سي الداك فليفر بيبقى ايه A B and C and D هما داكس معينه، دي بتبقى ريمكسات انتوا مش شايفينها عشان احنا عاملين الفيو يوري اونلي تو داكس، فاحنا عملنا شو سي ان دي يبتدي يبان تحت في الفيديو. اوكي فانا مثلا مش عايز اشوف ده، برضو ممكن التيمبو فيدر انا مش عايز اشوفه في داك بي، فممكن اطفيه وادي لنفسي مور سبيس اشوف اكتر من الويف فورم. اوكي في سكشن تحتيه مثلا جريد مود اللي هو اللاينز الابيض دي بتبقى البيتس اللي التراكتر شايفها بيتس، فمن ده بيحسب كل حاجه الافكتس باللوبس كل ده هنتكلم فيه في فيديو تاني. فهنا ممكن اقول شكله عامل ازاي، هنا الديم ممكن اقول مثلا فل يبقى لونه ابيض وباين زي ما انتم شايفين، ممكن يبقوا تكس يبقوا موجودين من فوق في انفيزبل خالص مش عايز تشوفه. انا بحب ديم يبقى موجود بس عشان للمعرفه اعرف التراكتر شايف الدنيا ماشيه ازاي. كل الحاجات دي بديهية لازم تجرب تدوس وتشيل تبقى عارف ايه الايفكت اللي بيحصل لما تجرب حاجات. تراك داكس تبقى السكشن انت شايفه هنا، انت عايز تغير التايتل يبقى ايه ارتست ولا مش ارتست، يعني هنا التايتل بتاع التراك في الاماكن ثلاث حتت الانفورميشن اللي فوق دي فوق دول هم الثلاثه دول، فتقدر انت تغير باحتياجك يعني. ريميكس داكس دي هنشوفها في فيديو تاني ازاي البيهيفير بتاعتها بتشتغل، انا سايبه على الديفولت بتاعه. في الميكسر سيتنجز دي بتبقى كذا حاجه انت تقدر تستخدمها، الاي كيو تايب محطوط على كلاسيك اللي هو ده. الفكره في دي ان هما بيدوك موديلات ميكسرز مختلفه، الاي كيو بيبقى ليه فليفر معين ودي معروفه يعني كلاسيك دي من زي معظم الميكسرز من اول ما ابتدوا يعني بيبقى الكات بتاعه بيبقى ماينس مثلا 26 دي بي ومثلا مش بيبوست اكتر من مثلا 6 دي بي، وبيبقى ليه كيرف معين اللي هو بيتحرك وليه فريكونسي معين هو بيأفكت فيه، فهم بيمودلوا كل ده. مثلا دي مثلا بي 600 بتبقى عامله زي الباينير الدي جي ام 600 زمان، نيو برضو بتاعت ميكسر تاني، الزون مثلا دي واخده 4 باند اي كيو، دي معمولينها مود واخدين الاي كيو بتاعت الزون 92 الميكسر المفضل انا بحبه جدا يعني، عشان الاي كيو ده مثلا مختلف
الهايز واللوز بيروحوا ماينس انفينيتي يعني بيعملوا كات. ده مهم قوي في الميكسينج. الباندين التانية الميد رينج واللو ميدز بيعملوا ماينس مش فول كات، فتقدر تستخدم الحاجات دي موسيقيا يعني. فانا بحب ده، فبالتالي عاملين لك هنا شكله اتغير في هاي والميد هاي واللو ميد واللوز. فانا ما بستخدمش تراكتر انترنال ميكسينج، فانا دايما بحب اسيبه على كلاسيك. في اوبشنز تانية بتاعت الكروس فيدنج، لما تيجي تعمل كروس فيد اوتو يعمله في قد ايه وقت، كل ده انت لازم تجربه. في انيبل اوتو جين، دي حاجه في تراكتر ان هو اتكلمنا فيه هنا، لو التراك هو حس انه واطي شويه هو اوتوماتيكلي هيحسب في الاناليسيس بتاعه لما عملت له امبورت انه هيجيب الفوليوم بتاعه الافريج زي بقيه التراكات، فتلاقي نفسك مضطرش تروح للجين كتير غير لو هو ما حسبهاش مظبوط او انت ودنك بتقول لا عايز تعلى كمان شويه. فاوتو جين دايما بيتساب شغال. الليمتر ده فكره الفوليوم، لما وريتكم من شويه لما لونه كان احمر كان داخل في ديستورشن، الليمتر بيحاول يكتم الصوت لو صوته عالي عدى الميتر ده، فهو بيحاول يخلي المزيكا ما تطلعش فوق السقف، تطلع في الديستورشن، فهو بيحاول يعمل ليمتنج. انا شخصيا ما بحبش الليمتنج، بحاول انا عن نفسي اخلي السيجنالز كلها ما تخشش في الاحمر خالص، بتبقى بالظبط عند 0 دي بي. لو بصيت على ميكسر عندك عند اي شانل هتلاقي دايما المؤشر جنبه ارقام، انت لو انت عند 0 دي بي انت ما تحتاجش الليمتر خالص. انا بحب اطفي عشان ما اضطرش يحصل كومبريشن على السيجنال اللي انا بعمله. هي ممكن تكون حاجه ادفانسد شويه، بس حاول دايما حتى لو عندك ليمتر شغال ما تخشش في الاحمر. الميكسر لاي اوت دي سهله، انت ممكن تشوف، ممكن اشيل الاي كيو خالص من السوفت وير خالص، ممكن ارجعه تاني، اشوف الكروس فيدر مش عايز اشوفه، كل ده بتكستمايز الانفايرمنت اللي انت هتشتغل فيه.